أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجولة صحفية جديدة مع أبرز عناوين ومقالات الرأي في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. أنباء استقالة المشير عبد الفتاح السيسي وترشحه للرئاسة طغت على منشطات الصحف المحلية، ونقرأ من الأخبار: السيسي أول وزير دفاع يستقيل من منصبه ليترشح للرئاسة، القائد الشاب نجح في تطوير أداء الجيش وتسليحه والاهتمام بالتصنيع الحربي. السيسي بعد استقالته وإعلان ترشحه يقول: مهمتنا استعادة مصر وبناؤها، الوطن لكل أبنائه دون أقصاء أو تفرقة، ويسعدني نجاح من يختاره الشعب. الفريق أول صدق صبحي وزيرا للدفاع ويؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم، وتعيين رئيس الأركان خلال أيام. أحداث العنف التي شهدتها بعض الجامعات المصرية أمس رصدتها جريدة الشروق التي كتبت مقتل شخص وإصابة 30 في اشتباكات بين طلاب الإخوان والشرطة بالجامعات. الطلاب قطعوا الطريق أمام جامعة القاهرة وحلوان وعين شمس، بينما دخل طلاب الزقازيق في اشتباكات مع قوات الأمن داخل الجامعة. الطلاب أطلقوا المولوتوف وقنابل المونة على الشرطة، والأمن رد بالخرطوش والغاز المسيل للدموع. أحد الرئيس عدلي منصور يرحب باستضافة مصر للقمة العربية المقبلة، عنوان نقرأ تفاصيله من جريدة الجمهورية التي نقلت عن الرئيس عدلي منصور ترحيبه باستضافة مصر لاجتماعات الدورة 26 للقمة العربية القادمة المقرر انعقادها العام المقبل 2015. وأكد في كلمة ألقاها بالجلسة الختامية بقمة الكويت أن ذلك يعد رسالة للداخل والخارج يتعين على الجميع أن يعي مآلاتها، مشددا على سعي مصر الدؤوب لدعم التكامل بين الأشقاء العرب. عودة الصداقة بين مصر وروسيا كان العنوان الأبرز في جريدة المصري اليوم، التي كتبت أن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أعلن موافقة الحكومة الروسية على استئناف المفاوضات بشأن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الجمركي الأورو أسيوي، مشيرا إلى أن مصر تدرس إمكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق، بالإضافة للاتفاق على تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالي وتشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات الاقتصادية بكلا البلدين. أيام قليلة تفصلنا عن سباق الرئاسة، والذي يتزامن مع تفاقم حدة المشكلات والصراعات بشكل يصعب معه التكهن بالمستقبل. لذا فالكل يحضه الأمل في أن يكون الرئيس القادم هو المخرج من تلك الأزمات المتلاحقة. في هذا الإطار جاء المقال الافتتاحي لجريدة اليوم السابع تحت عنوان الرئيس الاستثنائي. في منتصف طريقها نحو عبور المرحلة الانتقالية تقف مصر منتظرة إشارة البدء في الانتخابات الرئاسية، المحطة الأبرز والأهم بالنسبة للشارع المصري ضمن محطات خريطة المستقبل، والتي انتهى منها المصريون من محطتها الأولى ألا وهي محطة الدستور بكل نجاح، ليتبقى أمامهم السباق البرلماني بعد أن اتضحت الملامح الأولى للانتخابات الرئاسية. واستنادا للمشهد الحالي تصبح الصورة شديدة الخصوصية، فالرئيس القادم سيأتي وعلى عاتقه العديد من المهام، وفي أولها على الإطلاق تحقيق تقدم في ملف المصالحة الوطنية من أجل توحيد الصف الوطني وتحقيق نهضة اقتصادية وتعويض البلاد لسنوات من الركود. ولذلك فالرئيس القادم مطالب بتحقيق إنجازات سريعة وواضحة لتخرجنا من هذه العثرات. في مقاله بجريدة الأهرام انتقد الكاتب شريف عبدين تراجع الحديث عن قضية سد النهضة على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أن تلك القضية يجب أن تكون على قمة أولويات الرئيس القادم لما فيها من تهديد لمستقبل الأمة، وتحت عنوان مصر الغيبوبة والعطش. هي مشكلتنا الأزلية، فنحن نفتقر للقدرة على إدارة أكثر من ملف في وقت واحد. فجأة قد خافتت الأصوات التي صورت لنا قضية الأمن المائي على أنها قضية أمن قومي، فسكت الكلام مع علو صياح الانتخابات الرئاسية، ليتحول سد النهضة إلى حدوتة تنتظر حلقاتها الجديدة مع الرئيس المقبل. معظم من بحثوا عن هذا الملف
يحذرون من أن مصر مقبلة على ندرة مائية شديدة، لذلك قد نرغب في مكاشفة حكومية على أعلى المستويات لتوضح حقيقة الأخطار المحدقة وكذلك التفاصيل لسيناريوهات المواجهة وإجراء حوار مجتمعي جاد لتعبئة المجتمع دون تهويل أو تهويل وراء تلك القضية المصيرية. ونتحول إلى الصحف العربية، حيث تصدرت القمة العربية بالكويت العناوين الرئيسية للصحف، ومنها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي تابعت ختام أعمال القمة تحت عنوان قمة الكويت سقف منخفض للإنجازات. أنهت قمة الكويت أعمالها أمس بإصدار إعلان ركز على الثوابت وتجاوز الخلافات، لا سيما في ملفي سوريا ومصر. وكما كان متوقعا ظل سقف الإنجاز ضعيفا خاصة مع تواجد الخلافات العربية وتصدع البيت العربي، إلا أن القمة نجحت في إعطاء مقعد استثنائي للمعارضة السورية كممثل شرعي للشعب السوري. من جانبها نشرت صحيفة عمان العمانية تقريرا أمميا يؤكد أن النظام السوري وراء تعثر وصول المعونات، ويضيف التقرير أن الأزمة السورية تتزايد وتتعقد حلقاتها، مؤكدا أن الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة الجوع والبرد لم يتمكن من الحصول على المعونات الإنسانية بسبب تعنت الحكومة السورية التي تمنع عاملي الإغاثة من الوصول إلى المدنيين، ما يشير إلى أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا مرشحة للتفاقم خلال الأيام القادمة. المشهد اللبناني رصدته صحيفة القدس العربي، ونقرأ فيها خبرا تحت عنوان مقتل 3 في اشتباكات بطرابلس. قالت لم يستطع لبنان الذي النأي بنفسه عن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا والتي تتخذ منحا طائفيا بشكل متزايد، والتي أدت بدورها إلى التفاقم التوتري والأوضاع الأمنية المتردية في لبنان. ففي حلقة جديدة من مسلسل العنف قتل 3 أشخاص أمس في طرابلس في اشتباكات طائفية، ما يشير إلى استمرار لبنان على فوهة البركان. وتحت عنوان السيسي يبدأ رحلة القصر بوعد الاستقرار، كتبت صحيفة الحياة اللندنية وقالت بدأ المشير عبد الفتاح السيسي رحلته إلى قصر الرئاسة بعد أن أعلن أنه يعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه قرر الاستقالة من الجيش ومن منصبه كوزير للدفاع، واعدا الشعب المصري بتحقيق الأمن والأمان والاستقرار واستعادة وضع البلاد كقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة. ونتحول إلى مقالات رأي في الصحف العربية، والتي ألقت الضوء على قرارات القمة العربية التي اختتمت أعمالها بالكويت أمس. وأكدت الصحيفة على ضرورة تفعيل قرارات القمة، وأنه ليس من المقبول أن تظل القمم العربية تكرر نفس القرارات دون أن تدخل حيز التنفيذ. وكتبت مقالا بعنوان المطلوب تفعيل إعلان الكويت، وقالت إن القرارات التي صدرت عن القمة العربية بالرغم من أنها مهمة وجاءت في أغلبها معبرة عن تطلعات الشارع العربي، خاصة فيما يتعلق بوضع حد للانقسام العربي العربي والاعتراف بالائتلاف السوري كممثل